أول تأثير من تأثيرات الجيتار، الإيكو. أنت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. أهلا بيكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، هنبدأ ناخد تأثيرات الجيتار المختلفة. تأثيرات الجيتار المختلفة ديت عبارة عن جهاز إلكتروني بوصل عليه مخرج من الجيتار، سواء جيتاري كان إلكتريك أو أكوستيك أو حتى كلاسيك، وبوصل منه المخرج الإلكتروني ده اللي بيطلع صوت إلكتروني إلى البدال دوت أو إلى الجهاز دوت. فالجهاز ده بيعدل الإشارة الصوتية ديت ويضيف عليها حاجة زي تأثير إضافي عليها يخليها حلوة، يخليه الصوت اللي أنا في دماغي عاوز أطلعه المستمع يسمعه. فالتأثيرات دي عديدة وأجهزتها كتيرة، فإحنا دلوقتي هندرس تأثير لوحده، بعد كده لما نجمعهم بقى كلهم على بعض ممكن تتصرف انت، ممكن تجيب بدلات منفصلة تعمل بيها الأصوات بتاعتك اللي انت عاوزها. لو حبيت تجيب مالتي إفكتس أو جهاز مجمع للإفكتات كلها بيعملوا الإفكتات كلها، انت برضو حر، هيتيح لك الحرية في انك انت تستعمله. الحاجات ديت على فكرة دلوقتي موجودة على الكمبيوتر، موجودة على الكمبيوتر. راجع الحلقة بتاعتنا بتاعت كيف تسجل صوت جيتارك على الكمبيوتر، الحلقة دي مهمة جدا لان فيها الاسلوب اللي هتقدر توصل بيه الجيتار بتاعك الى الكمبيوتر. بعد ما تاخده على الكمبيوتر بقى السوفت وير اللي بيعمل البدلات ديت وبيعمل التأثيرات دي سوفت ويرز كتيرة جدا، انا ممكن استعمل اي واحد منها، في منها مجاني كمان بيديلك شوية كده في الاول عشان تستعملهم، وبعد كده بقى انت هتطلب بدلات تانية تشتريها بفلوس وكده. ما طبعا يعني المجاني حتى كمان بيبقى فيه كفاية. ايباد، واللي عنده ايباد واللي عنده سامسونج مثلا تابلت، اللي عنده اي تابلت سواء اندرويد او اي او اس، التابلت دلوقتي بقى عليها سوفت وير او ابس بتيجي عشان توصل بيها الجيتار وتطلع الاصوات الديستورشن، فانت ما عندكش حجه دلوقتي، كل الايفكتس مش شرط تشتريها بدلات منفصله او مالتي ايفكتس، موجوده كلها على الكمبيوتر ممكن استعملها، وده اللي انا هعمله دلوقتي. هشغل السوفت وير بتاعي اللي انا بسجل بيه في البيت عادي جدا، وسوفت وير التسجيل ده عليه جزء خاص بالجيتارات وفي جزء خاص بالبدلات بتاعتها يعني، فانا هشوف هقدر اعمل بيها ايه البدلات بتاعتي. النهاردة هنتكلم عن أول تأثير من تأثيرات الجيتار، الإيكو. اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت الكمبيوتر بتاعي، وده السوفت وير اللي انا بسجل عليه التراكات عادة اللي انا بعدل الصوت بتاعها او بسجل اغاني عليه او بسجل التدريبات اللي احنا بنعملها. انا عملت تراكين، واحد بيتسجل عليه الصوت اللي انتوا شايفينه دوت اللي انا بتكلم بيه، والتراك التاني عملته للجيتار اللي انا شايفينه ده جيتار اللي هو داخل على الكمبيوتر. السوفت وير ده بيتيح لي ان انا اختار امبليفايرز اللي انا هعزف عليها، فانا اخترت الامبليفاير دوت واحد اسمه بريطاني نقي، يعني البريتش كلين امبليفاير. ظبطت الايكولايزر بتاعه كله على الميد عشان انا ما فيش حاجه تاثر على الصوت بتاعي، يعني الصوت بتاعي كله يجي محايد زي ما احنا بنقول كده. وقفلت كل التاثيرات لان في بعض التاثيرات بتبقى على الامبليفاير نفسه، فانا قفلت كل التاثيرات بتاعتي اللي موجوده على الامبليفاير دوت. دلوقتي كمان السوفت وير ده بيتيح لي ازاي الصوت دوت بره الامبليفاير، يعني كاني بالظبط حاطط ميكروفون بره الامبليفاير، ودي الطريقه الصحيحه طبعا ان انا انقل صوت الجيتار بتاعي من الامبليفاير للناس المستمعين. بيتحط ميكروفون قدام الامبليفاير عشان الشخصيه بتاعت الامبليفاير نفسه تطلع للمستمعين بالظبط زي ما هي بتيجي من ميكروفون. فانا قدامي حتى اختار انواع ميكروفونات مختلفه، ده الدايناميك اللي هو الشور SM57 اشهر ميكروفون ان انا استعمله كدايناميك 1 بيستعملوه للامبليفايرات، واحد تاني برضو كوندنسر 414، بصراحة كلهم كويسين يعني. بس تخيل كمان انا بقدر اتحكم الميكروفون ده على جنب السماعة اني يمين ولا شمال، ممكن اختار كمان السماعة بتاعتي 4 هنا، انا مختار 2 في 12، في ممكن تختار سماعة 1 في 12 1 في 10، بتكلم على بوصة كل الكلام ده يعني 12 بوصة، 2 في 12 بوصة دي السماعة اللي جاية مع الامبليفاير ده، بس انا ممكن اركب اي سماعة تانية لو انا عايز يعني. فانا ممكن استعمل السانشاين دي حتى اشوف كمان شكلها اتغير ازاي. فالسماعة اللي انت عاوزها بتركبها على الامبليفاير بتاعك وبتطلع لك الصوت اللي انت عاوزه. انا هفضل ان انا هطلع نفس السماعة بتاعته 2 في 12 ديت اللي هي السماعة اللي هي البريتش 2 في 12 دي عشان تطلع الصوت. لو انا حطيت الميكروفون على جنب السماعة شوف الصوت بيبقى عامل ازاي، مكتوم شوية. شوف لما دخلها الميكروفون في وسط السماعة بالظبط
طبعا بيبقى فروق بتلاحظها بسيطه جدا بودنك، بس انت بتختار الانسب ليك في الزبطه بتاعتك. انا هسيب الميكروفون هنا بالظبط في وسط السماعه عشان يبقى الصوت محايد، كمان ممكن اقربه وابعده عن السماعه. ممكن ابعده شويه، بس هيطلع طبعا في سن الديستورشن. لا انا هبعده بعيد عن السماعه عشان يطلع الصوت بدون ما يلوي فيه اي حاجه. دي الافكتات اللي موجوده عندي على السوفت وير بتاعي، والافكتات ديت موجوده في مكان باخد منه احطه على البيدل بورد. البيدل بورد ديت او لوحه البدلات دي كانها لوحه موجوده يعني حقيقيه، يعني حاجه تتحط على الارض كده تروح حاطط عليها البدلات دي، كانت بتتعمل زمان من الخشب ويتحط عليها البدلات بتاعت الناس. كل واحد كان بيشتري بدلات منفصله ويحطهم على على لوحه البدلات دي ويوصلهم ببعض ويبتدي يوصلهم بالجيتار بتاعه او الامبليفاير. فدلوقتي احنا عندنا اللوحه فاضيه واحنا سامعين صوت الجيتار دلوقتي، مفيش اي تاثيرات خالص. هبتدي من لوحة البدلات او الاختيارات اللي عندي ديت، هختار انا عندي نوعين بس بحاول ان انا استعملهم بالنسبة للديلي او بالنسبة للايكو. اول واحد اسمه البلو ايكو او الايكو الازرق، الايكو الازرق. لو تشوف بعد ما بنقلها من اللوحة احطها على البيدل بورد عندي، سوفت وير حتى عامل نفس شكل البدل في الحقيقة يعني. شايف الزرار دوت ده عادة انت بتدوسه برجلك وهي اللوحة على الارض يعني، فانا بدوسه بالماوس هنا اللمبة بتنور اون واوف، ده معناه البدال شغال او لا. طيب دلوقتي البدال من الشغال اهو، ادي الصوت. هشغل البدال بقى دلوقتي ونسمع الصوت هيبقى عامل ازاي. الصوت متردد كتير يعني كأن في كذا جيتار بيلعبوا بعدي، ولكن بصوت أقل 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 لغاية ما ينزل تحت. طيب بتحكم بده في ايه؟ عن طريق التايم، المسافة بالملي ثانية ما بين الترددة والتانية. اسمع ما هزودها شوية، هزود التردد شوية كده. سامع الفرق بقى كبير ازاي؟ هصغره. كل ما تصغره كل ما كان الصوت بيدخل في بعضه يعني. هنا متميز شوية ان في اصوات كتير. الريبيتس دي معناها عدد المرات اللي بيتردد الصوت ده، يعني دوت المسافة بين الصوت والتاني ده عدد المرات. كل ما تزود كده اكتر هنسمع صوت هيطلع وحش شوية. ويفضل يتردد كده لغاية ما يطلع صوت قبيح جدا يعني. فطبعا انت بتحاول تستعمل العدد بتاع الترددات دوت يكون مناسب. الايكو ما بيبقاش مناسب قوي في ان انا اعزف بيه ايقاع، لان انت اساسا بتعمل ايقاع بتبقى ضربات محددة في عدد معين من المزورة. تخيل بقى لو انا لخبطته بقى كمان ورحت ضايف كمان عدد تاني من الضربات برضو، بحيث انها تخش برضو على الايقاع عندي تبوظ لي الدنيا. فطبعا الايكو ما بيبقاش ليه استخدام كتير قوي في الايقاع، غالبا بنستعمله في السولوهات. لو تفتكروا سولوهات اغاني ام كلثوم مثلا، هنعمل سولو منهم دلوقتي. مشهور جدا في الستينات طبعا وفي السبعينات في الناس اللي كانت بتعزف وراء ام كلثوم، كان بيبقى الديلي واضح جدا في الاغاني. طيب لو انا شلت مثلا النوع دوت واحط النوع التاني، هلاقي في نفس تقريبا نفس الزرار بتاع التايم اللي هو الوقت بتاع بالملي سكند بتاع الديلي الواحده، وبعدين الفيدباك ده اللي هو الريبيت اللي هو عدد المرات بتاعت التردد يعني. كل ما تزود اكتر كل ما كان بيتردد اكتر، والميكس دوت اللي هو كل ما تزوده الميكس يطلع
في في ايكو اكتر، وكل ما تقلله يطلع الايكو قليل. فدوت العدد اللي انا بلعب بيه. ليه طعم تاني طبعا، وفي اوبشن تاني ان انا ازود الحته العاليه ونقص الحته الواطيه، واعمل يعني اتحكم حتى لما يطلع لي صوت ديلي مختلف شويه. انا لو زودت الديلي زي ما احنا اتفقنا كده، او زودت الايكو، او زودت اي تاثير اي افكت زياده عن اللزوم، لو زودت زياده عن اللزوم بيعمل صوت وحش مش حلو. فطبعا في مثل انجليزي بيقول less is more، less is more، يعني كل ما تقلل كل ما كان احسن. فانت لما يبقى عندك مثلا ديلي مثلا وبتاع، ما تفتريش وتروح حاطط نسبه كبيره جدا بحيث هيبوظ لك الميكس بتاعك، واخد بالك؟ فحاول تحط دايما الحاجة تطلع يعني تطلع بحيث انها تطلع مناسبة، بحيث انك انت ما تسمعها اما تطلع ما تسمعها انت بنفسك ما تبقاش يعني الموضوع اوفر، او بيسموك الراجل ده اوفر، او ايه 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 الجدع الاوفر ده، اوفر يعني الراجل يعني مزودها شوية. واشوفكم الحلقة الجاية.